أسباب نزول سورة قريش؟ نزلت في قريش بأن الله عز وجل قد أمنهم من الخوف في سفرهم ومقامهم، وأطعمهم في الشتاء والصيف، فقد كان لهم رحلتان للتجارة هما، رحلة الصيف التي كان طريقها إلى الشام، ورحلة الشتاء التي كانت إلى اليمن. وما مقاصد سورة قريش؟ دوام النعم وبقاؤها يكون بشكرها، وذلك بشكر المنعم وإخلاص العبادة لله عز وجل وحده، وعدم الإشراك به وطاعته. دعونا الآن نشاهد التفسير المصور لسورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا ربنا ذا البيت. فليعبدوا ربنا ذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.